إذا حضورنا الكريم يسعدنا في هذا اليوم أن نعلن عن توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدوحة للدراسات العليا والاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن لدراسة إنشاء الأكاديمية الدولية للإبل. تهدف هذه الشراكة إلى تيسير سبل التعاون بين الطرفين، وتتضمن مجالات مختلفة، منها المساهمة في تطوير ونشر وموروث ثقافة الهجن والإبل محلياً ودولياً، وتطوير الجوانب البحثية والعلمية في قطاع الهجن والإبل بشكل عام. وفي هذه اللحظات ندعو الدكتور حزام بن ناصر المقارح أمين عام الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن نيابة عن الاتحاد، والدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا نيابة عن المعهد لتوقيع مذكرة التفاهم، فليتفضلوا مشكورين. إذن متابعينا الأعزاء، نرى وإياكم في هذه اللحظات توقيع هذه الاتفاقية التي تصب في صالح الهجن وأهل الهجن والإبل بشكل عام. نشهد الآن توقيع هذه الاتفاقية ما بين الاتحاد العربي وأيضا مركز الدراسات والبحوث. إذن شهدنا وإياكم متابعينا الكرام توقيع هذه الاتفاقية ما بين الاتحاد العربي لسباقات الهجن وكذلك معهد الدوحة للدراسات العليا. والآن حضورنا الكريم تستاهل